نحتاج إلى كأسين كبيرين بهما ماء، فلز الصوديوم، فلز الكالسيوم، ملقط ومشرط، ورق الدليل العام. في البداية نحدد درجة حموضة الماء باستخدام ورق الدليل العام، نجد أنها تساوي 7 تقريبا. والآن نفتح عبوة الصوديوم، سنلاحظ أنه محفوظ في زيت، وذلك لأنه يتميز بنشاط كيميائي كبير، وهو فلز طري لونه أبيض فضي. نأخذ قطعة صغيرة من الصوديوم ونضعها على ورق المحارم لتجفيفها، ثم نأخذ منها قطعة صغيرة باستخدام المشرط. نسقط قطعة الفلز على سطح الماء ونلاحظ ما يحدث. بعد انتهاء التفاعل نقيس درجة حموضة الماء مرة أخرى، نجدها تساوي 12 تقريبا، أي أن الماء أصبح قاعديا. نحدد درجة حموضة الماء قبل إجراء التفاعل، نجد أنها تساوي 7 تقريبا. نأخذ قطعة صغيرة من الكالسيوم ونسقطها على سطح الماء ونلاحظ ما يحدث. بعد انتهاء التفاعل نقيس درجة حموضة الماء مجددا، نجد أنها تساوي 12 تقريبا.